بعتذر منك ينام بيك، بس ابراهيم بيك عم يستناك. خليه يفوت. صباح الخير معلم. عود برهوم عود، في شي اخبار عن امي؟ قدرنا نعرف من ناس انه نيرمين خانم مع علي، وقالوا لنا انه ممكن يكون اخذها على مكان برات البلد، بس ما وصلنا لشي. صار شي مع رجال اكرم بيك؟ هنن كمان ما لقوا شي. المهلة اللي اعطاني اياها علي بتنتهي اليوم. علي اذا ما استلم المستندات ما رح يقدر يعمل شي لنيرمين خانم. عم فكر لو كنت بمكانه والمستندات بايدهم ورفضوا انهم يعطوني اياهم وخلصت المهلة المحددة بيناتنا، اكيد كنت بعمل. معناها هو بيعمل. اليوم كان في عنا مناقصة برا، ولهذا السبب في بخزنة الشركة مبلغ محرز وكتير ضخم. رح نروح ناخذ المصاري، ومعك من هلأ للمساء بدي منك تروح تجمع كل السيولة يلي باسم نيرمين أدالي مع المصاري تبع شغل السلاح. رح نهرب يعني؟ مصاري ما بتاكلها النيران، ومياتنا خلصت من هون، لازم نأسس لحياة جديدة. كيف رح نعمل هالشي؟ استأجرت لكم بيت وانت رح تبقى فيه مع أمي. في سفينة من سفننا بعد كم يوم رح تطلع من هون على إيطاليا، رح اطلع معهم ومن هنيك على أمريكا. ولما بوصل على أمريكا بحكي معك لحتى تجيب أمي وتلحقني لهنيك. يعني رح تسلمون المستندات؟ رح سلمون. كارولين وأكرم بيك شو مشانه؟ يروحوا على جهنم اللي تحرقهم. هات خلينا نروح. صباح الخير. صباح النور. الفطور جاهز؟ بس على فكرة هيك عم تفسد لي أخلاقي. هذا الفطور مو إليك، هذا لبنتي. بالله شو؟ يلا أمري لله، وأنت كمان رح تاكلي معي. يلا كلي بلشي. دوقي هي ليك. ها دوقي. افتحي تمك. الو الو كنان افندي. امي منيحه؟ امك منيحه، لا تاكل هم. قد ما انت ابن حرام ما بتستاهل تكون امك. واذا حابب تشوفها مره تانية سلمني المستندات كنان افندي. طيب انا رح سلمك المستندات. منيح، برافو عليك، طلعت ابن حلال. اللي وين بدك تستلمون؟ رح تجيبهم على بيت جميله اليوم بالليل. طيب بركي اعطيتك المستندات وما اعطيتني امي. انت غبي شي ولا؟ أنا شو بدي أعمل بأمك؟ المستندات اللي بتهمني. طيب اليوم المسا بتكون المستندات عن جميلة. برافو عليك، شاطر كنان أفندي. الو. وليه كارولين؟ علي انت انتهيتي هلا، عم تفهمي؟ اخرتك على ايدي. شو عم يقول انت؟ ما فهم. خلصي حيواني، بس يصير الوقت رح تفهمي. واطيه. Thank you.
ألو. مرحبا، كيفك أكرم بيك؟ أنا كارولين. أهلي كارولين. أكرم بيك، لو بيعمل معروف وبيجي لهون، لأنه أنا خايفة أنه كنان يعطي مستندات لقليل، لهيك أنا عم خبرك. أنت شو عم تقولي؟ هالشي مستحيل. أنا متأكدة منه. لو سمحت تعال فورا. طيب أنا جاي لعندكم. أنا ما قلت لك لبقى تفوتي علي بهالطريقة، انقلعي من وشي. أنت شو عم يعمل بالمستندات؟ انقلعي لبرا. أنت رح يعطي هاي مستندات لألي؟ ما عم يصدق عيوني. شو بدك تقول؟ بدي أقول انقلعي. أوكي. أنت بحب أمه ومشتاق لها، بس أنت مستعد يخرب كل شي كرمالها. أنت رح يعطي مستندات لألي، ووقت الشرطة رح تجي تاخذنا، أنت جنيت كنان بس مشان أمك. طلعي فيني، وليه؟ انت كيف بتحكي عن امي هيك؟ انت شو اللي بيعرفك؟ شو اللي مرقت في امي؟ شو بيعرفك يا وسخة؟ كنان فكر منيح واهدى، هات مستندات، خلصنا اهدى، بعدين انت رح يخسر كل شي بالشركة. عن جد؟ لكان ما عم تفكري بحالك وبدك مصلحتي. والله دمعتي لي عيوني كارولين. انا بعرف انفض بجلدي، برأيي تركيني وفكري بحالك، لانه قريبا رح ترجعي على الشارع اللي اجيتي منه. ولك فزيون، ولك تركيون، ولك راح تشقيون يا غبية. تركي تركي راح تشقيون يا غبية. ولك بعد وقفوا عندكم. شو عم بصير هون؟ اكيد جنيت انت وياها، رح تفضحونا. شو صاير لكم؟ قال بده يعطي اوراق لعلي، هو قال لي رح يعطيهم للشرطه ورح ندخل حبس كلنا. اكيد انت جنيت وما عاد عندك زريت عقل، حتى بيسلم هالاوراق للشرطه. هاتهم لشوف. ما حذرت. اعطيني اياهم. عم اقول لك ما حذرت. اعطيني اياهم. يلا. مستحيل مستحيل. هاتهم لهون لشوف. هاتهم. شو عم يعمل اكرم بيك؟ رجالي، بدي اخبر رجالي لحتى يقصوا رصاصة بنص راسه واخلص منه. هالواطي بلا انت ما تحكي معهم، الخطر اللي عم يهددنا انتهى هلا. لازم يقتلوه. ما في لزوم، الاوراق اللي كانت بتخصنا ما عاد إلا وجود بين المستندات. بنوم يعني متأكدة؟ المستندات والاوراق و أنا من شوي أخذت كل هديك أوراق. الأوراق اللي كانت بتهددني إلي وقلك ما أنا بيناتهم ليكا. هاتيهم لخليهم معي. ما حزرت. بالأول بدو نحن نتفق. أنت بدك حقهم؟ ما بدي حقهم، بدي غير شغلة. شو؟ بدي نحنا اثنين نصير شريك مع بعض. انت عم تدوري على مينا جديد لحتى ترسي عليه؟ انا بطل يروح يدور على مينا. لاني لقيته وخلصت. هذا كنان طلع غبي وما بيفهم. بس انت ذكي وقوي، انت اللي مناسب لأنا.
لو سمحتي، هون كان في مريض، وينه هلا؟ ما بعرف، سأل الممرضة المناوبة. ليكو هو نايم هلا، ليش كل هذا الخوف؟ الحمد لله على سلامتك. شكرا. الحمد لله على سلامتك غسان. شكرا لكم. زارة منيحة؟ ايه، انت منيح؟ صرت احسن؟ احسن. غسان، انت خاطرت بحياتك كرمالنا. انا بحياتي ما رح انسالك هالمعروف. ولا يهمك، لو كنت مكاني كنت عملت نفس الشيء. ابي لسه ما قبضوا عليه؟ لا. منيح، لانه حسابه رح يكون معي انا. غسان، انت فكر بحالك وانسى هالموضوع هلا، صحتك اهم. غسان، غسان، ارتعبت لما ما لقيتك بغرفة العناية يا ابني. تسطح تسطح. خليك متسطح انت. الحمد لله انك رجعت لوعيك. الحمد لله على سلامتك. شكرا امي. الحمد لله على سلامتك غسان. الله يسلمك مجد. غسان، ما بعرف كيف بدي كافيك يا ابني. لا تحكي هيك، انا عملت اللازم ينعمل. قلت له برا للزيارة انتهت. بس نحن هلأ وصلنا. لو سمحتوا لبرا، غسان بيت لازم يرتاح. تفضلوا. شكرا. الحمد لله على سلامتك. دير بالك على حالك غسان. شكرا. بكرة رح جيب لك زهرة معي. اشتقت لك كتير. بوسي لي اياها بدالي. طيب، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. أحمد، أنت بتعرف أبي شو ممكن يعمل. دير بالك على نيفين. نيفين بعيوني، ولا يهمك. الحمد لله هلا ارتاح قلبي. غسان مبين عليه انه منيح، وان شاء الله عن قريب رح يطلع من المستشفى. ان شاء الله اشفى. امي انا رح اوصلك على البيت. لا انا رايحه لعند اختك. إيلين كيفها؟ منيحه؟ بعد كم يوم رح تفوت على المستشفى. دكاتره قالوا انه رح يولدوها قيصريه. عن جد عم تحكي؟ بتولد وبتقوم بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. شو رايك نروح لعندها؟ منروح، ليش لا؟ معناته منروح مع بعض. طيب لكان انا هلا بروح معكم وبعدين بروح بشوف نهال. لقيتها لنهال ابني؟ اللي بيدور بيلاقي يا سلطانة. معناته مبسوط كتير انت. ايه الحمد لله. يهنيك برجعتها. شكرا اختي. كتير متأزية؟ وشها شوي متأزية. شو صار له؟ خلينا نمشي. لا تاكل هم سهيل بيك. إيلين خانم قوية، وحضرتك بتعرف منيح انها عنيدة كتير،
ورح ترجع من المستشفى والبيبي بحضنها، لا تاكل هم. رح ترجع سليمان؟ طبعا رح ترجع. وصلوا. اهلا وسهلا حبيبتي، كيفك؟ انا منيحه. اهلين احمد. اهلين فيك. عيونك عم بيضحكوا. واخيرا غسان صح لما شفته ارتحت كثير. الف الحمد لله، والله فرحتيني. امي اهلين بنتي، كيف صرتي؟ أنا والله صايرة مثل البالون الكبير. مجدودة. اشتقت لك يا مدللة. شعرك طولان. يلا فضل. خلونا نقعد. كيفك سهري؟ الشاي جاهز. مجد خليتهم يعملوا لك من الكعك اللي بتحبه. وفي أكلات طيبة. هي شوي شوي. سليمان كيفك حاله؟ تعال اشرب شاي معنا. لا عندي مشوار صغير. خذوا راحتكم، بروح وبرجع بسرعة. لك إيلين صاير بطنك مثل البالون. شوي شوي. مرحبا، يعطيكم العافية. تفضلوا. أهلا وسهلا. على مهلك. أنا رح بلش. يلا بلش. صحة وهنا. يسلموا. تفضلوا. شكرا إليك. صبر لك من هاي؟ أي يسلموا ديك. إيه إمتى قرروا يدخلوكي على المستشفى؟ بعد 3 أيام. بعد 3 أيام رح أحمل بنتي بحضني. إن شاء الله يا روحي. أمي خبرتوا لبابا أني بدي أقولك؟ لا والله يا بنتي، لسه ما صح لنا نحكي معه ونخبره. أبوكي متورط بمشكلة كبيرة. شو عامل هالمرة؟ كينان ما غيره، هو مصيبتنا السودة. إيه. أبوكي خطف له أمه. وليش لحتى بابا يعمل هيك عملة؟ شو السبب؟ كينان متعلق بأمه كتير. أبوك يستغل هالشي لحتى ياخد شوية مستندات مهمة مقابل يرجع لأمه. رح يرجع يتورط بالمشاكل. أبوك طول عمره عايش بالمشاكل. بس هالمرة ما حدا له الحق إنه يلومه. رح اخذ امي من علي بره، وبعدين انتوا بتضلوا بهذا البيت لحتى ابعت وراكم على امريكا. مثل ما بدك. استناني هون دقيقه. خود هدول وديهم لجميلة. حاضر معلم. يسلموا ايديكم، الاكل كتير طيب. عجبكم؟ طيبين كتير. صحة طيبين. صحة وهنا. انا اللي عطيتهم لعياراتها. عم قول نفس الطريقة اللي بعملها. انا اجيت. اهلا وسهلا. من وين طلعت لنا انت؟ عمو سليمان اخذ لي اذن من المدير وجابني. يا عمري انت. اوه هالايام صار الكعك والاكلات الطيبه يتاكل من دوني. تفضل يا فصعون، كل معنا. تعالوا جنبي يلا. تعال شوف.
تعي يا أزعار. أنت خبرت ستك إنك رح تجي لهون؟ إحنا على البيت وخبرناها. اليوم بالمدرسة كان في مسابقة معلومات وطلعت الأول على الصف. برافو. برافو عليك بطل. ما لك الشغلة صار بدها بوسة كبيرة. إيه والله بيستاهل. لك يا أبوري. ماما بعدي عني عم توديني بس ما بوصل لأولاد صغار. ولكم كمان شاهدوني. مين أعطاك هي؟ أستاذي. مبروك. حلوة كتير على فكرة. يلا لشوف خلوني صوركم، بس أول صورة رح تكون لأختي إيلين وسهيل. قوموا قوموا يلا بسرعة. يلا تعود محلي. عود حبيبي. طلعوا ببعضكم. قرب قرب. عمو سليمان معلش تصورنا كلنا مع بعض؟ طبعا. قربي لهون مرتين. يلا يلا كلياتنا مع بعض. قربوا كمان شوي. نرمين خانم، انتي جاهزة لنمشي هلا؟ جاهزة، بس انا عن جد حبيت هالمكان كتير. بس ابنك عم يستناكي، لازم نروح. معناتها نحن لازم نروح لانه بيكون قلقان علي كتير، ونحن رايحين منقدر ناخد معنا كعك مو هيك؟ ناخد يلا. دقيقتين المربى بس الفواكه من البستان كثير طيب حبيبي. اذا بدك بعلمك بعدين كيف بتعملي. ايه ماشي. بس لا تصدقي اياه، يمكن مو هي اللي مساويه. والله شو اسكت انت عن جد يا سلمى. صح والله اختك صايره ست بيت. لك انا من زمان عندي مواهب بس انتم ما بتعرفوا. انا ما كنت بعرف شو ما صار معك، خبرونا. اكيد ماما. شكرا صغري. اهلين مجد. يا روحي انت انتبهي لحالك. ايه امي الله معكم. امي أنا تأخرت على نهال وصار لازم روح. سهري أحمد رح يوصلكم. طيب ماشي، أصلا بدنا نروح على المستشفى. دير بالك. شكرا على كل شيء. خاطرك يا ابني، شو ما صار معكم خبروني. يلا صورنا عثمان. فورا رح خبر. ماشي ابني، إن شاء الله بالسلامة. مع بناتي. تمام يلا أشوف. مع السلامة. يلا الله معك. باي إلي. يلا باي سهيل. باي الله معك. يسلم.
تعي يلا. مرحبا. اهلا وسهلا، تفضلوا. عفوا، انا حاجز طاولة. تفضلوا من هون. لك يا بنات، هذا مجد مو؟ اي والله هذا هو، هذا المغني ماهر. اي والله هو. وليش حلو؟ لك انا كمان حابه انه نروح. يلا قومي قرروا بسرعه نروح ولا لا. في معه بنت بركي بتتضايق. عجبك المكان؟ بجنة، كثير لذيذ. خلينا نروح نسلم. يلا قوم، يلا قوموا، يلا قوموا. يلا اذا بتريد. مرحبا. مرحبا. مو مجد حضرتك؟ ايه. ايه بالحقيقة انت احلى كثير من الصور. ايه مزبوط كلامك. مو معقول شو كربوش. شكرا كثير لكم. معلش اطلب منك. انا كثير بحبك. معلش نتصور معك؟ انا كمان بدي صورة لحضرتك. ايه بس صورة واحدة لو سمحت. عفوا بس هلا ما بقدر. معناتها خلينا نتصور بس صورة واحدة. عن جد احنا كثير بنحبك. انا كثير بحبك وحابة نتصور بس صورة واحدة. مكان ولما شفتك. بس صورة واحدة لو سمحت مجد. يمكن ما نلاقيك مرة ثانية. مجد بس صورة واحدة. ما بقدر. انا كثير بتريد. يلا اذا بتريد. اذا بتريد مجد. بس انا قاعد مع الانسة هون ومو حلوة بحقها، فاذا بتريدوا اتركونا لحالنا. قديش هيك بشعة؟ شو تفضلتي؟ ما سمعتك شو قلتي؟ يلا نلعو من وشي. ايه لا تكون يعني صدقت حالك. نلعو. لو سمحت اسمعي. طول بالك شوي. تفضلي نهال. نهال بعتذر حبيبتي، اسف كتير ما كان لازم جيبك لهون. بعتذر منك. رح تضل هيك عم تعمل؟ بدك تعيش معي وانت مخبيني عن عيون الناس؟ بصراحة انت مانك مجبور، لهيك انا كنت عم بهرب منك لاني بعرف انه هذا اللي رح يصير. انا ما رح ارضى انه ينتهي يومنا بهي الطريقة. يلا تعي معي. لوين؟ تعي ولا تسألي. يلا بخاطركم. وقف حبيبي. زين لشو. لا تعذب امه. ما بعذبها. اهلا وسهلا. اهلين فيكي امي. غسان كيف صار؟ منيح نشكر الله. صحي وعم يحكي. نشكر الله. اسمعي بنتي، انا لازم اقول لك شغله. ماما بابا هون وفي معه وحده قد التيتا. ايه ابني، انا هذا الشيء اللي كنت رح اقول لك اياه. علي. اهلين عثمان. اهلين بابا. اهلا وسهلا، شرفتينا. اهلين فيكي. انا على فكره بعرفك من قبل. ايه التقينا من قبل. علي مشان الله قبل ما يوقف قلبي احكي. شو الموضوع؟ ليك احكي بسرعه وفهمني قبل ما يغطى على قلبي. اهدي شوي، ما في شيء. نرمين خانم ضيفتنا وبعد شوي رح تقوم وتروح، لا تاكلي هم. هذا مجد جي؟ لا مجد مو جاي هلا. منيح، معناها وصل الشخص اللي عم بستنى. عثمان ابني يلا انت روح ودرس دروسك. يلا بس تعرف انه ما بكون يعني اسمع شو بيحكوا الكبار. اهدي شوي شبكي. اهدي. مثل ما توقعت، جبت المستندات اللي طلبتها. كنان بيك بعدهم. هذا لك جميلة، هدول رح يخلوكي تربحي الدعوة وكل حصصك بشركة كارجي رح ترجع لك. ايوه انتهيت يا كنان الكلب، وانت معه. في الاوراق اللي بتخص اكرم تاتلي واوراق كارولين، ليش ما انا معه؟ انا ما بعرف شيء. كنان بيك قال لي خود هدول الاوراق لجميله خانم، وانا نفذت اللي طلبه. ماشي يا كارولين،
أكيد بتكون هي اللي سرقتهم ومخبيتهم. بسيطة، هدول بكفوا. نيرمين خانم، ممكن تتفضلي؟ آه برهوم، أنت شو جابك لهون؟ هو جاي لحتى ياخدك لعند كنان بيك. أكيد ابني كنان بيكون انشغل باله علي، مو هيك؟ شوي معناها خلينا نروح لعنده هلأ بلا ما ينشغل باله أكتر. يا ابني أنا حبيتك كتير، تعال عنا على البيت. ما بدك تزورنا؟ إن شاء الله إن شاء الله. شكرا، أكيد رح زورك. ايه جميلة خانم، شو رأيك بكل اللي صار؟ ما عم صدق عيوني، اللي عملته كبير كتير. بفهم من كلامك اني هلأ كبرت بعينك ولو شوي. يسلم. العفو منك جميلة، هذا شرف إلي. بسيطة، صار لازم امشي، لسه دفتر كنان وكارولين ما تسكر. علي وقف ابني، خليني اجي معك. خليكي هون امي، انتي مكانك هون. أمي أهلا وسهلا. أخ الحمد لله اللي رجعتي لي، الحمد لله يا ربي اللي رجعتي لي. أنت منيحة؟ فيك شي؟ منيحة كتير الحمد لله، ما فيني شي. تعي يلا، تعي خلينا نروح على بيتنا يلا. بس هون مو بيتنا، مو هيك يا ابني؟ رح نبقى هون لفترة صغيرة وبعدين رح نروح لمكان بعيد، بعيد كتير. يلا بس نروح على المكان الجديد، خلي يكون بيتنا على البحر مشان اقدر شوف الرمل والطيور، وقدامه منقل لنشوي سمك، وبدي كمان يكون عنا حلاوة من عيوني. الليلة ما في حدا غيرنا بكل هالدنيا، أنا وأنتي وبس. ما في شيء أحلى منا نحن الاثنين، أنا وأنتي وبس. صار لي زمان عم استنى هاللحظة، ما رح نستنى أكتر من هيك. أنا هون وأنتي كمان هون، تقبلي تتزوجيني؟ ايه بقبل.
هلا صرتي مرتي. ايه مرتك.